اهلا بيكم كلكم، وحشتوني جدا. استنوني العدد الجاي مع مجله ايه نجم تامر حسني. ايوه يا تامر، وحشنا، بقالنا مده ما شفناكش. من ساعه الاقي ايام الحلوه. والله اخباركم ايه؟ انا شايفه في الفتره دي كل الناس كانت نايمه، بس انت كنت شغال موت، فيلم جديد، اغنيه جديده، اعلانات. احكي لنا بقى على كل شغل جديد ده، شغل جامد. والله يعني انا بقالي فتره قاعد بحضر شغلي كله في كل الاتجاهات كالعاده، يعني ما بنامش، انا بهتم بشغلي جدا الحمد لله، وكنت قاعد بحضر لكذا حاجه، والاهم هو التوقيت. يعني يمكن بتاخر شويه، ممكن اغيب فتره كبيره، بس برجع بتوقيت مناسب لكل الاعمال يعني الحمد لله. اكتر حاجه كنت مركز عليها كانت ايه؟ كانت الفيلم الايام دي ولا والله الاغنيه؟ هو يعني ما اقدرش اقول لك اكتر حاجه، انا بركز في كل شغلي زي بعض وبخلص له كله نفس الليفل بالظبط، واي شغل بخش اعمله ببقى حاسس ان انا اول مره اعمله في حياتي، بخلص له طول الوقت. لو هتكلم على صعوبه الحاجات اللي انا شغال عليها، هو فيلم مش انا، هو فيلم صعب جدا الحقيقه، اللي هيتفرج عليها يعرف انا بقول ليه صعب تمثيلا، يعني هو في صعوبه كبيره جدا، فكان محتاج تحضير كبير قوي ومذاكرة وقراية كتير وحاجات كتير يعني، فهو كان أصعب حاجة للمرحلة دي. وأغنية اختراع حقيقة، لما بتيجي تعملي أغنية تجمعك مع زميل ونجم تاني، طبعا أنا بحيي حبيبي وصديق العمر النجم الكبير محمود العسيلي، بحييه على النجاح الكبير اللي ربنا كرمنا بيه، دي حاجة يعني احنا الاتنين سبب فيها، وفكرت فيها الفكرة ودعيت محمود ان هو يغني فيها، لان كان عندي فيجن معينة، عندي رؤية معينة، وهو صدقها وجينا اشتغلنا. الصعوبة انك لما بيبقى فيه اتنين فنانين انك تحاولي تطلعي احسن ما يمكن من الفنان ده واحسن ما يمكن من الفنان ده عشان يتقابلوا بطريقة كويسة، فدي بتبقى عايزة فكر برضه. احكي لنا بقى شوية، أنا عارفة مش عايز تقول التفاصيل، بس شوية هنت عن الفيلم اللي جاي بقى. أنت ذاكرت كتير وشكلنا هنشوفك بلايت مختلف جدا، صح؟ هو القصة مختلفة الحقيقة، هو أنا اللي كاتب الفيلم، هو والله قصتي واو. قصتي والسيناريو والحوار أنا اللي كاتبهم، إخراج سارة وفيق، سارة وفيق مخرجة جديدة، أول فيلم كبير ليها. سارة الحقيقة مبدعة جدا جدا، وفاجأت الجميع بالإخراج الرائع ده، مارك مدير التصوير، الحقيقة كل الكرو، عمرو عاكف، يعني عمرو عاكف مؤسسة في المونتاج والجرافيكس والحاجات دي، مؤسسة عالمية في قلب مصر، انا بحترمه جدا، وكل الكرو اللي عنده الحقيقه عاملين شغل مختلف. مش قادر احرق حاجه عن الفيلم الحقيقه، بس يعني مستني ان انتوا تشوفوه وانتوا تقيموه الفيلم بقى هينزل امتى؟ حسب الظروف الحاليه. يعني انا محضر شغلي ومحضر الالبوم ومحضر الفيلم، بس الظروف زي ما انت شايفه، الظروف الانسانيه عامه والعالم كله بيمر بظروف طلعة نازلة طلعة نازلة، فبتحاولي تشوفي الوقت المناسب اللي تقدري تنزلي فيه حاجة مناسبة للفترة دي. أنا ماشي حسب التوقيت والظروف، يعني تقريبا كل الناس عاملة كده يعني، فإن شاء الله التوقيت المناسب هينزل الفيلم. ومش بتفكر تنزل الفيلم أونلاين يمكن في الوقت ده؟ الحقيقة لا، هو أنا مستني السينمات، وأنا عندي أمل إن شاء الله السينمات ترجع بنسبة 100% والحياة ترجع طبيعية إن شاء الله. إن شاء الله. Thank you, Tamir. Bye, honey.